أنا قد وصل إلى صنعاء اليوم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد في زيارة قصيرة الاستقبال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومدير مكتب رئيس الوزراء سالم بن طالب والسفير الماليزي بصنعاء عبد الله فائز. قبل مهاتير محمد، الدكتور مهاتير محمد أضلع رئيس الوزراء بملامح تجربة النهضة الماليزية بجانبيها الاقتصادي والتنموي، وكيف لليمن الاستفادة منها، وعبر عن استعداده القيام بدور فاعل في خدمة العلاقات الثنائية الماليزية اليمنية، وقال إنه لن يبخل بتقديم الاستشارات المفيدة لليمن بما يسهم في تحقيق النهوض المنشود، خصوصا في ظل دوران عجلة التغيير وتلبية للآمال العريضة التي يعقدها الشعب اليمني على ذلك في صنع مستقبل أفضل ليمن متطور ومزدهر. رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندو أشاد بتجربة الماليزيا الرائدة في عملية التنمية ونجاحها في تحقيق النهضة الاقتصادية، معبرا عن إعجابه وتقديره الكبير بالدور المحوري للدكتور مهاتير محمد في صنع نهضة ماليزيا وتقدمها، وتطلع اليمن إلى الاستفادة من هذه التجربة الغنية والمتميزة لتحقيق النهوض المنشود. وفي مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أكد مهاتير محمد على أن إحداث تنمية حقيقية في اليمن يتطلب من الحكومة التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار حتى يتاح للمستثمرين الإقبال على الاستثمار في اليمن وسط بيئة آمنة. Firstly, I would like to say to thank. وفي الحقيقة وجودي هنا في اليمن هو بعد اتصال تم بيني وبين الأستاذ محمد سالم باسندوا في قبولي كمستشار اقتصادي للجمهورية اليمنية، وأنا في طبيعة الحال أرحب بهذا العرض، وبالتالي سأبدأ دراسة هذا الموضوع والرد في أقرب فرصة هل أستطيع أن أقوم بهذا الدور إن شاء الله في قريب. كل التطور الذي حاصل في اليمن وخاصة في الجانب التنموي، ونحن على استعداد لمشاركة إخواننا في الجمهورية اليمنية بالمساهمة في هذه التنمية الحالية، وكما تعلمون أن اليمنيين قد قدموا إلى ماليزيا منذ فترة طويلة وساهموا أيضا في بناء وتنمية الماليزيا الحالية. طبعا اليمنيون هنا في ماليزيا قدموا كما ذكرت منذ قديم الزمان إلى ماليزيا، وأكثر العمل اللي يقوم بها الناس ماليزيين يحتلون في الأصل من حضرموت من اليمن، وهم الآن يقومون بأعمال رائعة جدا، ونحن على علم بأنكم في اليمن الآن حاليا تواجهون مشاكل كثيرة ومنها المشاكل التنموية، ونحن في ماليزيا على استعداد للمساهمة ومشاركة الخبرة الماليزية في هذا الجانب. واختتم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد بالقول إن المشكلة اليمنية ليست بذلك الحجم الذي يصعب تجاوزها أو حلها، بل إنه من الممكن حلها في ظل التعاون والتكاتف بين مختلف الأطراف من أجل اليمن ومستقبله، داعيا الجميع إلى أن يعملوا مع بعضهم لتحقيق مصلحة اليمن. تأتي زيارة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد إلى اليمن مجسدة لحجم التمازج التاريخي بين البلدين الشقيقين، على أمل أن تستفيد اليمن من التجربة الماليزية في النهوض باقتصادها الوطني. أمين العتيبي.